كشف الهجوم الروسي على أوكرانيا ما وصف بإزدواجية المعايير التي تتبعها بعض الدول الأوروبية فيما يتعلق بملف استقبال اللاجئين الفارين من بلادهم بسبب الحروب. الدنمارك أولى دول الاتحاد الأوروبي التي قررت ترحيل بعض اللاجئين السوريين إلى بلادهم بحجة أنها أصبحت آمنة ووضعتهم تحضيرا لذلك في معسكرات بعيدة عن المدن، كما أنها لم تجدد الإقامة لبعضهم الآخر لإجبارهم على العودة. وعلى العكس من هذا المشهد، ظهر وزير الهجرة والاندماج الدنماركي ماتياس سيفاي أواخر شباط فبراير الماضي ليؤكد أن كوبنهاجن ستساعد بأفضل ما لديها من إمكانات للترحيب بالأوكرانيين على الأراضي الدنماركية. متحدث شؤون الخارجية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في الدنمارك راسموس ستوكلوند أكد في حديث لشبكة CNN الأمريكية أن الحكومة بصدد صياغة مشروع قانون من شأنه تعليق قواعد اللجوء الخاصة من أجل الأوكرانيين، مشيرا إلى أنهم لن يكونوا جزءا من نظام اللجوء. وبحسب بيان صادر عن وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية، فإن القانون المقترح يسهل على الأوكرانيين الحصول على تصاريح الإقامة حتى يتمكنوا من الالتحاق بسرعة بالمدرسة أو التعليم أو العمل. ورداً على الاتهامات التي طالتها بشأن التمييز بين اللاجئين، اعتبرت وزارة الهجرة أن جميع اللاجئين تم معاملتهم بالطريقة نفسها، مضيفة أنه بصرف النظر عن قانون تصاريح الإقامة المؤقتة للأوكرانيين، فإن جميع الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في الدنمارك لهم نفس الحقوق. وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أشارت على موقعها الإلكتروني الجمعة إلى فرار أكثر من 2.5 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 من شباط فبراير الفائت.